أهلا وسهلا بمتابعينا الكرام. اليوم عندنا تصوير لخاتم سيلفر مع حجر كريم. راح نستخدم سوفت بوكس وثلاثة ليد لايتس مع عواكس من الفلين. ليد لايت صغير جاي من الخلف، حجزته بفلينة صغيرة علشان ما ينشر الضوء على كامل المنطقة، فقط يعطيني على خلفية الخاتم. وهنا استخدمت ليد لايت من فوق على اليمين، راح يحدد لي شكل الخاتم. وبعدها راح استخدم ليد لايت من اليسار باتجاه الحجر الكريم، راح نشوف الإفكت اللي بيعطينا وياه. وجود العواكس هي بتخفف أي ظلال أو انعكاسات جاية من غرفة التصوير. هذا شكل الخاتم بعد استخدامنا للميل لايت الأخير. وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، وأتمنى أن يحوز الدرس على إعجابكم وتستفيدوا، وتابعونا بتفعيل الجرس والاشتراك في القناة لتحصلوا على كل جديد في مجال فنون التصوير الفوتوغرافي.